صباح الخير، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. اليوم فيديو جديد في القناه. بديت لكم من طوموبيل، وصلت انا حدا توفيتري. دابا نوريكم هانتوما هو المحل ديال توفيتري. الناس اللي كيسولوا تما راه كاينه النمره ديالها ديال التليفون، وكاين كلشي. راه هي راه كتكري اي حاجه هكذا ديال تكاشط. فدابا جيت عندها باش ناخذ داكشي اللي غادي نلبس اليوم، اللي كاينه ديك المناسبه اللي قلت لكم. المهم كنضحك، دابا نقول لكم علاش كنضحك. غادي نمشي نجيب تكاشطي ونمشي نتقدى داكشي اللي خاصني، ونتلاقاو في الدار ونعاود لكم كلشي بالتفاصيل. هذه هي سناء، وهذه اللي غادي نلبس. انا دابا جيت لكارفور ناخذ داكشي اللي خاصني. خاصني مازال غير بابيي صافي. انا رجعت، المهم سمح لي غير لي حاليا الزيف وصافي. مشيت قديت كاع داكشي اللي خاصني وجيت للدار. يلا صبغت صفاري، صبغت صفاري، صبغت هاد اليد. هاد اليد مسكينه مازال. المهم خصني نوجد حالتي دغيا دغيا قبل ما يبداو يجيو. غادي نشرح لكم شنو هي هذه المناسبه هذه اللي بزاف منكم ضرهم راسهم. وسنه درت فيديو وقلت شنو كاين، واخا ماشي هو داكشي اللي كاين. حيت شنو نقول لكم، ماشي باغي نخبي عليكم، حيت بزاف منكم فهموا غلط. قالوا لي علاش خبيتي علينا، وديك الساعه قولي لينا زعما داكشي اللي كاين نيشان بلا ما تبقاي زعما تدخي علينا وداكشي كامل. صافي، و انا ماشي حيت باغا نخبي ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن انا ماشي باغا نخبي ولا شي حاجه، ولكن كنت مضطره انني نخبي. انا نعاود لكم القصه شنو هي. الناس اللي قالوا كاين اللي قال اختها غادي تخطب، انا اختي لا غادي تخطب، غادي تخطب في دار والديه ماشي في داري انايا. هذه اولا. ثانيا كاين اللي كيقول لي الطهاره ديال عيسى، انا عيسى بنت اخت نتوما اللي كانت عنده 7 شهور، يعني ماشي عاد غادي نعاود ليه الختانة. كاين اللي قال انني غادي ندير الحفله ديال 7 شهور. كاين اللي كيقول بيبي شاور وداكشي. حنا البيبي شاور وداكشي ما كنحتفلوش به. الحفله ديال 7 شهور، الحنه ديال 7 شهور، داكشي ما كنحتفلوش به. ماشي من التقاليد ديالنا وماشي من العادات ديالنا. حنايا من العادات ديالنا هي انها حتى كتفك المراه بخير وعلى خير عاد ديك الساعه تحتفلي لها، غادي تحتفل. فداكشي كيبقى التقاليد ديال الفواسه ومكناسه وداكشي، هما طبعوا على داكشي وكيديروه هذا. كاين اللي كيقول لها حيت حماتك طنجاويه يعني ضروري غديري الحنه 7 شهور داكشي. انا اصلا غير باش نقول لكم يا البنات، ما كنحملش شي حاجه سميتها الحنه، ما كنحملهاش نهائيا. الله يسمح لي، ولكن فريمون ما كنحملهاش، لا انا لا راجلي، يعني حتى ريحتها ما كنقدرش نستحملها. داكشي باش كنبان لكم عمرني ما كنبان لكم محنيه يديا، وهذا يعني قليل الا جبتها الضروره ديال بصح. اليوم جبتها الضروره غادي نحني. والمناسبه شنو هي؟ هي اسبوع باغا نديرو لزكيه. زكيه كيف ما كتعرفوا تبنات واحد الوليد اللي حطوا ليها حدا باب دارها، وهذا وبغينا نفرحوا بها. حيت حنا كنا كنتسناو هذا الحدث هذا شحال هذه، يعني من رمضان وحنا متبعين معاها، يعني ملي كانوا حطوا ليها وحنا متبعين معاها اشنو درتي في الاجراءات اش هكا اش هكا اش هكا. ومن نهار شداتو فريمون فرحنا ليها بزاف 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 بزاف. ما عرفتش شنو نقول لكم، ولكن فريمون فرحنا ليها. وطحت علي واحد الفكره، قلتها لسنه، قلت لها سنه، قلت لها اش بان لك الا درنا ليها اسبوع. اتفقنا انا وسنه، قلت لها غادي نديروا لها شي حاجه هكذايا خفيفه ظريفه، لا حنايا زعما ما نكلفوش على ريوسنا، وفي نفس الوقت هكا نفرحوا بها. سنه قالت لي صافي، قلت لها هانتي، قلت لها انا غادي نعيط على النقاشه، ونعيط على السيده اللي غادي تطيب، ونعيط على السيده اللي غادي دير ليها الجلسه وداكشي وتلبسها وهكا، يعني النقافه. قلت لها ونديروا داكشي عندي في الدار. قلت لها وداكشي اللي جاك كنقسموا انا وياك سنه. قالت لي صافي يلا انا معاك. داكشي اللي درنا، هضرت مع السيده اللي غادي تطيب، هي كانت غير متتبعه الصراحه، والله عمرها هذا فاش عرفت شنو كاين. حيت قالت لي شنو غادي ديري، واش غادي ديري حفله 7 شهور؟ هي كانت مسكينه كتقول لي باغا ندير لك الرفيسه ديال 7 شهور. داكشي كنقول لها احنا راه ما كنحتفلوش ب 7 شهور. فاش جات الفرصه قلت لها شوفي، قلت لها راه زكيه ها اللي كاين وها اللي كاين وها اللي كاين. قلت لها هانتي غير قولي لي شحال باش غادي تصيبي لي الرفيسه. قلت لها وغنخلصها لك. مسكينه فاش عرفت اللي كاين قالت لي والله انا ما شدين داك الدريال. قلت لي ما غنشدين داك الدريال نهائيا.
قالت لي انا بالنسبه لي هذا عمل خيري او لا عمل انساني وخاص زكيه ما محتاجاش الحمد لله، ولكن المهم نفرحوا بها وصافي. هضرت مع السيده اللي غادي دير الحنه، صافي تفاهمت معاها وكل شيء، غادي نخلص لها غير يعني هكذا انا والبنات اللي غادي يديروا الحنه. زكيه قالت لي غادي نحني لها فابور، اللي سمحوا لي نجاوب ابي قلت لكم. قالت لي انا زكيه زعما بلا ما تخلصيني فيها وداك الشيء صافي. السيده اللي حيت بدينا كنقلبوا على شي وحده هكذا اللي تحط لينا داك اللي زار الزرق الخضر الزرق ما عرفت مالي مع الزرق داك اللي زار الخضر وداك الشيء ديال الحنه وداك التخربيق. هضرت مع وحده وواحد المنكف عندنا هنايا في اكادير صافي. هضرت معها وقالت لي صافي واخا فلول تفهمنا على الثمن. من بعد فاش قالت لي شنو غديري وهكا فاش قلت لها شنو 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 فاش شرحت لها قالت لي شوفي قالت لي ما غنشد من عندك حتى شي ريال. عرفتي فريمون اش غنقول لكم، ما عرفتش واش رزق داك الوليد ولا شنو. سبحان الله بقيت هكا نشوف. قالت لي انا قلت لها شوفي قلت لها شوفي شحال ديال الناس قلت لها اللي كنا معولين نخلصوهم. قلت لها قلت لها فريمون باقي الناس يعني باقي الناس مزيانين عندنا هنايا. مساكن ما بغاوش يعني قالوا لي لا ما غاديش يشدوا من عندك والو ها شنو ها شنو صافي. قلت لها صافي قلت لها شوفي قلت لها انا زعما من عندي انا قلت لها صافي غادي ندير لك غير زعما على هاد لو جيست هذاك اللي غندير لك اشهار. قالت لي لا قالت لي حتى داك الاشهار ما بغيتوش. قالت لي والله اعتبريني غير وحده بغات تفرح معكم وصافي صافي. هذا ما كان صدق السبوع ديال زكيه غادي تقام بوالو يعني يلا هذيك النقاش اللي غادي نخلصو. علاش ما قلتهاش لكم يا البنات؟ حيت زكيه ما فراسها ما يتعاود يعني اليوم هي اللي عاد غادي يكون فراسها. انا مشيت كريت تكشيط داكشي باش ما قلناش لكم شنو غادي نكريو. البنات في الجروب قلت لهم البنات اجيو لابسين جلالب بالعاني قلت لهم بحال هكا باش زكيه تيق القصه على اساس انا راني عندي غير الحنه ديال 7 شهور. قالت لي زكيه وانا ماما ما كتحتفلش بالحنه ديال 7 شهور. قلت لها انا هاد المره بغيت نحتفل بها. قلت لها راه عكوستي. قالت لي وانا خصك تحتفلي بالحنه ديال 7 شهور صافي. وقلت لها شوفي قلت لها جيو لابسين غير جليبات قلت لها وماكيين وداكشي قلت لها باش نديرو تصورات وصافي. قلت لها راه ما غاديش ندير شي حاجه دابا زكيه باش تيق على اساس راه دابا زكيه على بالها راه جايه تحضر الحفله ديال 7 شهور هادشي اللي على بالها. وانا علاش قلت ليها اجي لابسه جلابه باش بلا ما مسكينه غتمشي تكلف وتمشي تكري التكشيطه وفي الاخر ما تلبسهاش. حيت انا تكلفت لها بالسيده اللي غادي تجيب ليها التكشيطه والتاج وداك التخربيق كامل اللي غادي تلبس نديرو زكيه اليوم عروسه صافي. البنات هما هضرت معاهم في البريفي قلت لهم شوفوا قلت لهم راه ما تلبسوا لا جلاب لا والو اجيو لابسين قفاطنكم ها اللي كاين ها اللي كاين. واللي اتفقت مع البنات يجيبوا قلت لهم انتما قلت لهم كل وحده تجيب معاها شي حليوه شي حاجه بحال هكا باش نحطوها من مورا الرفيصه. هادشي اللي كاين. هذه هي القصه بكاملها واكملها حيت بزاف ما فهموش وبزاف بداو كيقولوا كيقادوا شي كيقول لي لا غير شفتي صحابتك الاخرين طلعوا في العمريه وحتى تبغى تطلعي في العمريه كل شنو كيقول عايزه قتلتوني. ولكن شوفوا انا الحاجه ما كنحتفلش بها ما كنحتفلش بها ما عندي علاش نبدا نخربق ونقاد وهذا. ان شاء الله غير الفكاك على خير نتفك على خير. ديك الساعه بغيت نحتفل غير نحتفل هاني ديك الساعه ماشي مشكل وهاني ما تخلوش ما تخلوش غير انا هادي عارفه ان الماكياج لا دين له. الماكياج كيبدل بزاف. المهم شحال هادي ما درت شي حاجه هكذايا مشارجيه. درت هنايا المهم درت الموف لعبت غير بالالوان ديال الموف انتوما لعبت غير بالموف حيت غادي نلبس تكشيطه في الموف صافي. وجبت شويه عينيا باش يبانوا شويه كبار وصافي. هادشي اللي كاين فون دو طون كلشي درته باقي ليا غير الغوجاري هو اللي بقى ليا. يلا عيطت لي سنه قالت لي ها هي جايه حتى هي صافي وجدت. هانتوما يا البنات مازال كنقادو معنا النقافه الشماليه اكادير. غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها النمره ديالها كلشي في صندوق الوصف راه كدير كلشي هادشي ديال التنقاف. هانتوما تبارك الله عليك الجلسه ديال زكيه دابا ملي تجي زكيه عيط صحاب انا اللي غنجلس تما غتصدم. هانتوما مازال كتقاد حتى تسالي كلشي ونوريكم ديك الساعه كلشي على حق وطريق. وها هما كلشي واجد تبارك الله عليك. هانتوما جبت لينا هادو
هذه هي الكليسه. كلشي واجد باقي غير تجي السيد اللي كدير الحنه وزكيه والبنات راه زعما جاو يلاه سنه اللي جات راه زكيه يلاه جات. هيا سنه لبسات، هيا ايمان خت هدى، وهيا هدى، وهيا النقطه الشماليه. المهم باقي كتسناو امال وشكون وحياه وسميه حتى غادي تجي. ربي يخليك زوين حنا تبارك الله. هنشوفو السنة زوزك زيونة. الله يعطيك العافية، الله يعطيك الصحة. حتى انتي بالصحة شهرة زاد زوين كيحمق. حتى انتي درتي كاع مشيتي يا صاحبتي. يا سمح لينا سمح لينا، انت راه خصك تحلي لي دينا الرجلين. لا ما عنديش كاع داك الخاطر داك الدرجة. بصحتكم زوين. وها هي الحلوة وصلات. صيفطت عند سويت ويت كيك اللي غادي نخلي لكم حتى هو المعلومات ديالو في صندوق الوصف. درتها على شكل هكا زعما مضمه وداكشي، بغيتي نحلها باش تشوفوها. ها هي غزاله كتحمق زوينه. عطيتو الموديل قلت لي صيب ليا بحال هادي، بصراحه تقنا جابها هي هذيك. لا لا لبسي لبسي جلاب، لبسي قفطان من الاحسن. هو الحنه ديال السنه صافي تلبسي قفطان اجي معايا. زكي حتى هي لبسوها القفطان حيت بصراحه انا قلت لهم جلاب ولكن البنات جايين بالقفطان يعني صافي لبسوا قفطان. جات سنة داري جلابه صافي. يلا صافي غادي تلبسها انت يا مولا السبوع ماشي انا. ياك لا باقي جايه نوبتها بلاتي. لا والله ماشي معاك هادشي كامل الدراري هادشي كله ديالك انت ولا كانت بركه. والله العظيم قسما بالله العظيم اويلي علاش انا كتعطي لك غادي نجي نلبس حتى انا تكيطون جلست لقوني تما نورمالمون انت داكشي باش قلت لك نلبس الجلابه البنات كلهم قلت لهم لبسوا قفاطن واحد اذا قلت لك اويلي مين كتضحكي عليا دابا يخافني يا ترى نوضيني لا يخص داكشي اللي درت وجهي. لا 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 ما يخصش بالعكس والله بصحتك والله تستاهل الله بالعكس ما تبكيش وفي راه الماكياج لا بالعكس لا خلي الماكياج ما تبكيش لا 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 والله لا بالعكس تستاهل. دابا غادي نخليو زكية تنكف ليها نكف ليها ونشوفو اللوك فينا النقافة الشمالية ديك الساعة نتلاقاو باش انا نمشي ديك الساعة دابا ندير الحنة ديالي وانا عندي الحنة ديالي انت غاتنقشي لي ديال الرجلين نزز منك سوي ديالك نخليوها. صدمات صدمات الله ديك اللحظة بغات تسحل قلت عليها قلت لي لا ما تبكيش عليا انا شدني من الكيا مسكينة وقعت شي ديك اللحظة بغات تسحل ونقول لها لا لا زكية قلت لها ما تبكيش قلت لها ما في اللي قد لك مبكاش. هي حتى انا غندير جات نوبتي ندير صبيع بمسألة زكية مكاينش صبيع. لا لا ماما سقطت قالت لي يدي نرجع تعرفني ما كنحملش الحنة وصافي. باقي امل وحياه وباقي واحد البنت حتى هي سميه طيب. وهما البنات صافي بنات سلا وهما باك ورا جاني كثير. لا لا ما كلها راه صافي بركة غير بحال هادو ما فهمتش اصلا جات لقات لك ولا لقاتني بوحدي ثاني ما نساش لا يعطيك الصحة زوين ضروري. الله سلام على رسول الله. كل ما خفت فيا كعيسة
كنت نقولها بالجد وغنزغرب واخا ما كنعرفش. كي جاك المفاجأة ذكية مازال ما اصلا انا ما عرفتش نعبر بعدا مازال مصدومة مازال ما مصدقة. دابا قولي لي باش حسيتي ملي دخلتي ولقيتي البنات كلهم لابسين لقفطني الا انت؟ دخلت كنت ويلي قالت لي انا مريم لبسوا الجلال وعلاش هدى كلشي لابس القفطني الا انا؟ يا ويلي قلت لها ماشي نتكمل في شي بلاصه ما نبانش. صلاة وسلام على رسول الله إلى جا إلى جا سيدنا داك شي سيلونسي الله عز وجل كنتي كنزغرت. راه قالوا لي قولوا لي دير الماكياج وداك الشيء وانا نقول لها خلي داك الشيء يبان هكاك طبيعي وي احسن حيت الا قلت لك ديري الماكياج وديري هادي وديري هادي ولكن زعما قلتي لي هذا ديري الماكياج زعما غنقول غير باش بنيه هذيك زعما في الفيديو. لا وا الا قلت لك ديري الماكياج بحال كنقول لك شوفي زكيه انت راكي خايبه اجي ديري الماكياج. هنا اللي غادي ندير الماكياج الحمد لله جات دايره. لا لا تبارك الله زوينه طلعت صافي زكيه وجدات خلاص. المهم واخا البيت مخربقه خلاص. لا بلا رسول الله يلا اجي البنات قولوا قولوا صلاه وسلام. يلا يلا قولوا صلاه وسلام. سلام يا رسول الله الى سيدنا محمد الله مع الجلالي. ولا مشات تحل امل الله هاي الحنينه ديال ماما زوينه درت حتى داكشي خفيف كتقول لي عمري اللي ديرو الرجلين وهي براسها ما زيدتش عليها الحنه بزاف. ها هما البنات هذه بنت اخت حياه ياك وهي حياه حياه وراء امل وهي سميه حتى هي حنات هي سميه بدرك ما صورت لكم غادي نخلي لكم في القناه ديال صندوق الوصف حتى درت صبيه. هانتوما شوفوا الشيف هند مسكينه هي اللي تكلفات الله يعطيها الخير دعيو ليها مع وليداتها ودعيو معها حتى هي. شكرا لك بزاف والله. هنايا شنو قلتي هادو الكاشير ديال هذا الكبده ديال الكبده. المهم راه جابت كلشي مسكينه انت جابته غادي دابا تبدا تسخن في الفران ياك ان شاء الله. هو الدجاج كلشي كاين وصافي عزيزه صغيره ايوا التفاحه مستو دابا لا غتسلي عزيزه اي الله يعطيك الصحه غادي تفور باقي ان شاء الله غادي تفور عزيزه وعطيني الضمه وعطيني الصحه غير انا ماشي انا اللي كنعطي كنتفهم البنات كتعطي البنات اختي غزات كتخدم صافي كتخدم حلوه. ايوا المهم البنات اللي بغات شي حاجه غادي نخلي لكم النمره ديال الشيف هند في صندوق الوصف باش اللي بغات شي حاجه راه هي عندها البنات اللي كيطيبوا هذا الشيء باش حيت هي ما كطيبش يعني ما كطيبش الناس ولكن اختها هي كتعلم ولكن حتى اختها تبارك الله راه كدير والبنات اللي كاينين عندها. المهم كلشي غادي تلقاو في صندوق الوصف ولكن تبارك الله هي كتعطي الريحه كتشي وهي زكيه كتحني حني الرجيلات طيب الزلاله اليوم دير الحنه بزاف منها ها هي زكيه صافي سالات الصحه والراحه الله يعطيك الصحه جميله انا لبسها براسك يلاه عشت براسك اللي صور لك اولا توت انت ما كديري والو هاكي صوري لي اختي صوري لي ندور بديتي كتصوري ولا عاد ندير اهلا بالوقت
سلام سلام على رسول الله إلى جيل جسدنا محمد الله مع الجل علي سمعتوا سلام على رسول الله إلى جيل جسدنا محمد الله مع صورة جماعية سلام سلام على رسول الله إلى جيل جسدنا محمد الله مع الجل علي هذا الدجاج في فيلي في لوز فيلي لوز فيلي عيسى واو الشكل النهائي تبارك الله عليكم لا والله لا تبارك الله عليكم والله قولي نعم نعم حبيبتي بلاتك العافيه هذاك مع راك كي كان راه المره كي تاخذ ليا شي افكار ما حتى نبغي نديرهم والدقيقه 90 تاك سلام بنات البنات اختي ما عندهاش رجال لا والله لا تبارك الله عليكم شفتوا هاد الناس شلقتي غير على عيالاتك الرفيسه كنت غنقول لهم عاوتاني الصفه الرفيسه بريستيج واعره بزاف ها ولا ها لا لا ها شوفوا البنات ديروا جام الله يعطيكم الخير لا ودي تشافين راه عندي تبارك الله البنات معلمين تحت يديا عز لان فاطمه فاطمه الزهراء اه انتم قولي قولي سميتهم فاطمه الزهراء وفاطمه وغزلان صيبه رزيزه فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء وفاطمه غسلات الدجاج اختك غيبقى في الحال غزلان عاونت في كل شيء غزلان حتى دارت كل شيء لا والله العظيم الله يعطيكم صحتكم زوينه هذا الخير بزاف بزاف شي زوين حتى الريحه كتشهي كتستاهل يا مريم كتستاهل الله يعطيكم الخير راكي عزيزه وغاليه شكرا بزاف الله يعطيكم الخير عقوبه ان شاء الله ان شاء الله ولاده ان شاء الله ها يا ريح حبيبتي نديرو خيوطه صلاة الى جيل جسدنا محمد الله معاه واحد غيتحط هنا واحد في الطبله الاخرى اخوي بولون الاخرى
اه طبلة الاخرى بلاتي ولكن حنا نصوروهم هنايا. هادو شنو شنو كاين في هاد المشروب هذا؟ هو تقولي واش عجبكم بعدا ما كنسافرش لا لا والله ما خدمت شي حاجه غير شوفوا راه الحلبه راه باينه فين هي الحلبه قلت لها باينه فين هي ثلاثه هاي الحلبه غير رفيسه صافي غير ما درتهاش غير على حسب المساخن المهم ذوقي المهم هذه راها العقله هذه العقله بواحد الطريقه جديده عقده ديال الشافعين راه كاين شي حوايج حصريين هنا حاجه اكسكلوزيف كاين شي حوايج هنا وهي الطبله الاخرى قسمنا كلشي راه طبالي صافي كلشي بغى يجلس معانا انا بدلت عليا واخا باقي كاينين صافي حسيت براسي تخنقت لبست عليا غير ديك الكسيوه هكذا خفيفه ظريفه عاد دابا غادي نمشي باش نشرب معاهم اتاي اما الصراحه ما قديتش ناري حسيت براسي هز عليا واحد الجبل دابا عاد غادي نرتاح عاد غادي نقدر نجلس معاهم بعقلي مع عسل ندخل الكوزينه ندير عادي نجي للبيت اي صح حتى مبرطني يلاه يطير بابا يجي يدي صافي تبرزت ديال بصح دابا نمشي نجلس معاهم بعقلي كاينش وحده بعقلها زعما دابا خصنا نقطعوا الحلوه زكية زكية خصها تقطع الحلوه لابسه بحالها هي لابسه حتى جوج حلوه لابسه هذاك شو عطيتو تكلي هذا الموديل هذا غديري بحالو يلا يلا صلاة وسلام على رسول الله إلى جاي لجا سيدنا محمد الله ما الشرعي هي زكية صافي بدلات سرت الحفلاك الله يلا تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة كل شيء غزال وشكرا لك بزاف بزاف الله يعطيك الخير هي زكية غادي دير فتح الهدايا هما الهدايا ولكن غادي تشوفوا الهدايا ديالها في القناة ديالها هانتوما المتفرجات هما البنات غاديين مشاو صافي خلوني الله يعاون السلام عليكم الله يخلي خلف بصحة وراحة شكرا بزاف مسكوا ربي على خير السلام عليكم الله يسلمك شوفوا شوفوا
لا ما عنديش نشدك ما تخافيش. هاتوما هذا هو الواقع. سناء ولا الواقع المر. الواقع المر. الواقع المر. والله لا. شكون الزواق؟ صافي 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 الكوزينة. دابا الكوزينة والله لا. حفيت عليه باقي باقي يجي يتعشى معنا يزيد. مرحبا بكم. والله الا سمحوا لي بقات سميه مسكينه وسناء وشفهين واختها غزلان وماما صافي بوحديتنا هذا الواحد الكاطو كلشي باقي كلشي خصو يرجع دابا يتغسل المهم نخدموكم واحد شويه سمحوا لينا الله يسمح لينا منكم وصافي عييت تسخسخت واخا ما درت والو ماشي ما درت داك الجراوه هكا والله العظيم الا عييت من الصباح وانا فايقه دار البنات الله يجازيهم بخير مساكن ما مشاو حتى جمعوا لي الكوزينه كلها سميه سناء شف هند وغزلان خطاها ماما حتى هي عاوناتهم مسكينه المهم كل وحده دارت شي حاجه جمعوا لي كلشي عاد مشى سميه قالت لي نشوف لك الكوزينه قلت لها لا صافي خليها شطماطه سناء وكلشي قلت لها خليها قلت لها انا غادي نشوفها حتى الغدا ان شاء الله ما غاديش مازال ماين كل وحده بعدا بدات حقها حقها في كل حاجه ايوا صافي هادشي اللي كاين كان هذا هو النهار داز زوين الصراحه زعما عجبني النهار عجبني بزاف هادي شاده الضوضاء قلت لكم زوين النهار عجبني بزاف داز زوين الحمد لله نشطنا ضحكنا وفرحنا بزكيه الله يفرحها وان شاء الله هاد الوليده هذا يجيها بالرزق وباش ما تمناتي ربي ويجيها بوليدات اللي يكونوا ديالها ان شاء الله علاش لا والله يرزق اي وحده مازال كتسنى حتى هي يا ربي الله يرزقكم الله يرزق على قول الله اكبر هذاك كيودن الله يرزقكم يعني اللي كتسنى حتى هي الدريه الصالحه الله يرزقها كندعي لكم من كل قلبي الله يفرحكم والله يعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم اللي عندها شي حاجه في بالها الله يعطيها ليها والله يحققها ليها وشكرا لكم بزاف شكرا على التتبع ديالكم لهذا الفلوق هذا كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو ديال بعد غدا ان شاء الله بحول الله باي باي